الله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج مكية ومدنية. سورة داسي أو مقعيدة سورة الحج ليراهده مقعنا أؤيه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا. وصورة ذه مكة كسودقي مدينة لكسودك. سورة دان ترسية ترتيب كقرآن كواللبي إيا لباتن سورة دي أحد من سورة الفاتحة مركي لغسوا بالله إلى سورة الحج. آيات كيدو تضباطن يسيديد آيادات بيكا كوبينيهين أو عشر كان وحوك كوبين يسديد يطبن عيضات. سورة المركة سورة الحج بالي رهدة مركة كوبا دوحة لإسكو خلاف سنية هاي من مكبا مسوى مدني والنبي قنتون هجرون كهر ميسود دكتي مس النبي قنتو هجرون دي كد بيسود دكتي ومختلف فيها والإسكو خلاف سنية هاي. قولك أقول صحيح سنة وحيليه المفسرين تواصرد إني تهي مكية ومدنية إني تهي سيدا سيليه محوها صوردا ومن أعاجب الصور صورين كو وياب كبدن بيكمتهاي وحليليه صوردا نزلت ليلا ونهارا سفرا وحضر مكيا ومدنيا حربا وسلما. مالين بيسود دكتي قيب كمدي قيب كمدي هبين بيسود دكتي قيب كمدي سفر يسود دكتي قيب كمدي هي سو النبي قمارة محمد مقيم يسود دكتي قيب ومكي قيب ومدني قيب حي سود دكتي دقال قيب نمارة هشي سيكو سود دكتي من عجيب الصور وحياه هي كورمي دونت الصوره دان صدح ارهيمود با الله فدبرا ميدك كوباد waxaa way albas illa isa soo bixin doono la is xisaabin doono alla wajigiisa la tagi doono nin walba galabsigiisa gacanta loogu ridi doono. Talabaad waxay ka warameysa suuradani xajkay ka warameysa suuratul xaj baa la yidhi. مرك حج كنفتي سيتابن دون تا يكور رمي دون تا صدح أمور مارك تمحو هاي جود بي هذانا يكور رمي دون تا صدح ذا سا الله فدبر نقن دونا سورة دمار تبحيا به يكور رمي يسوع. بسم الله ما عيبان بدأ وكب الله بي الله الرحمن نحريس جود أهان ذو عاسي عابد انت بع ممتي الله نحريسنا يمجي عيسى الرحيم نحريسنا يمد جارهانات مؤمنين تركوا جوني يلي الله مجعيسا كب اللعبة. يا أيها الناس الضدو اتقوا كعب صدى ربكم ربقين كعب صدى في الدنيا الدنيا ده انت جوكتان الله كبقى طاعد اتكد داشان ايو حمانت اتكفقاتان الله كعب صدى وحي الذي فريفل انتيسا ايو وحي الذي كربك جوكسيسا الله كبقى محايا لئن زلزلة الساعة ساعد قلقل شديدو إيو روح شديدو شيء وي ووح عظيم آد إي آد وي إني وينتهي وحاك تسيني يوم مال وي ساعد مال انتهي قلقل ليس ترون أدار كيسان ها أو ساعد دي أدار كيسان أما ها أو مال انتاس أدار كي دونتان تذهل يدي إلو بيسو كل مرضعة تي وحنو جنيسي لما انتوت عما أرضعت وحنو جنيسي
ليس عند الأم أغلى من ولدها ولد كذا وح أكتيس كقيم بدن مجرى ولد كسيدا هابي إلو بيسا وتضع ودجني سايو كل ذات حمل مدور صاحب كل جدنا حملها أور كذي بيدنا لغيسا أما شنكي هل قارو أما يال قارو وقتي لغدا للها أيضنا ويتوريسا ويدغيسا صدح وترى الناس سكارا ترى الناس ضدك وحضر ترى وحضر كيسا الناس ضدك سكارا أيقو والا ونمي رقبين أو مسكح ضد مقنتهي وما هم منا إسانا هانينو بسكارا كو والا بيري ألا موالا والي حقيقي مجرتو ولكن عذاب الله عذابك إلهي باشديد وحصو دمك سيدرا وحير إله سبحانه وتعالى يا أيها الناس صورك أنت بدن يا أيها الناس أتكو أركتيد مكي بي أبدنيهين لكن سورة دوما سو شيغني إني مكي يمدني لبدا قيبوت بأيتهاي وإنكي سو شيغني مركا وحير الله سبحانه وردادو قود أهانتين قار أهانتين الله كعب صدا سيدا الله لغا عب صنينا وإن وحي لغو فري وحاد كرتاد فلسو وحي لغو ديدينا كلية تانية دمانا دوغا تكتوي وحي يري الله سبحانه ساعد الرحشة ديدو ووحوين إني وحوين تهينا وحا آيادة كدن بياسي فصيري وحا لليا هاي مركي سيدا ستمادو waxay ka tagaysaa qofkii ilmaheeda nuujinaysay ilmihii bay ka tagaysaa iloobaysaa oo meel ilmihii ugu dambeeyay ma garanayso waayo maskax iyo maan midna lama hayo waa waxay ugu jecelayd wey waa jiidkeedii qayb iyada kamid ah wey meel ay kaga tagtay iyo meel ugu dambeeyay haba yaraatay ma ogaanayso laba tii iyadana taasi waa tii wax nuujinaysay waa roon tahayba تي أور ككودي بايدنا علمه مال يكو تورتا يروغاني أور كي أما أور رميسترن ها هادو أما أور بليه سدمينيهن ها هادو مال الله مال يدك تي مؤغاني سو أرند صدح هذا كسيد دارن تدك وحدو مالين سي كل إن اللو دواني ويقفك علمه دي اللو دي مدى وحي أور كي دي كجر مال يكاتي مد أن أغين إن اللو والي هي الديدة إن لو عليها ومسكح يمان اللهين ويبا موقتا سوماها وحضر كيسادت كيني واليه سيدي داد أو عبي محوما هاي خمرا كدرقي جانقا كدرقي ما وحضو ماليني سيني واليه لكن ما والو يرى الله سبحانه وتعالى عذابك إلهي بانا وحو دنبك سيدر وحن وابا فري الصبك تيبا ووح سهلا لكن عذابك إلهي من كان إلهي كعي من سبحانه وتعالى كاسا كدرا يا أيها الناس الضضو اتقوا ربكم وربكين كعب صدا بامتثال أوامر واجتناب النواهي إن زلزلة الساعة ساعد الروح الشديد شيء ويان شيء عظيم ووين يوم مال بإني وين تهلو غانية أما أي الروحاني ساترون هذا كيسانو ها ساعد هذا كيسان سببت هذا تذهلو يضي إلو ذي كل مرضعة يدو إلو بيسو قف كستو وحنو جنيي عما أرضع ذو حينو جنيسي أو وتضع أيد جنيسو كل ذات حمل مدؤور أصاحيب حملها أور كاذي ميل أي كاتمد أو وترى ذر كيس الناس ضدكي سكارة ضدوالا وما هم من أيسانها نينو بسكارة كووالا شددا إيا مشاقضا يا مشاكل كميشة يا لا يا ضد كيمان كي يا مسكح ذيبا كلاتك تو ندوا جيبا كوضا مغن سودنيهين ولكن عذاب الله عذابك إلهي وشديد كسيدرا وحاصرا ومن الناس ضدك وحا كمدا من با كمدا يجادل الدود يوم مرميا في الله إلهي كم مرميا سبحانه وتعالى في وحدانية الله وفي كمال قدرة الله وفي حكمة الله وفي صفاته في آياته يكمر ميا بغير علم أغاذي لآن أساقن وحب أغين ويتبع وراعي مرنكا يدودا يقججعذا كل الشيطان
شيطان دمانتي بو كراعيا مريد او مدح ادغو معنغو كراعيا شيطان كاسو كتب لقري عليه شيطان كدوشيسا انه الشيطان كاسي من تولاه قفي كولياشا قرابا مودا حكت اي حقال امليا فانه شيطان كي يضله والمن يقفك كولي يا شيء ويهديه وليبه وحكوها نوليا إلى عذاب السعير نار تهر اللي إله ذو تجد كيديب وطي المامي تصور كوها نوليا ددك وحكا مذو إلى الله دد مرماي آيات كي إله اللي قدو ذا أو آيات كي إله إبا اللي قهر يمد وحلق مرمي إله سبحانه وتعالى قارباب وحي ديدين هجريتان كي إله وما يهلكنا إلا الدهر بإليهن صندكم بأنك إنها لاغة صندك لأنها لاغة إياه وحلقم رمي إله صفات كيسي سبحانه وتعالى علمي إيا أقون لآن بغير علم وحلو عسكنا لا من آيات ولا سنة ولا أي شيء وحلو عسكنا مجره. طيب مرك قفك هدوس الأقوال الله هاي أو وحي أجاهل كي هاي أو كمارة محمو هاي كم ملاسين هاي محاك اللي فئير وكم رمو أرين تاسي وحجر معلن كدن بياجر معلن كاسي وامح وشيطان ويتبع كل شيطان مريد كاس مريد أو مضح أذك أو وحل مرسين كرين ninkaas asaga abu marat muxuu hayo ku raaciya kaasa macallinkiisa waxaan la qoray xaq ee sheeydaanka korkiisa lagu qoray qofkii ka wali yeesha sheeydaankaas oo gacal iyo xigtamooda fa annahu yudilluhu horta walu mina laba wayahdihi ila adabi sa'ir inna ash-shaytana aduu lakum inna ash-shaytana عدو عدو بإذنه فاتخذه عدوة وعدو إنسان ككوبال عدو الإنسان بالله إله ذا مركب وحج إلى الله سبحانه وتعالى مرنك إياق ججعذان وحكينا إن كان أكدن بايا معلن كي سيبا جوغة ومن الناس ذاتك وحكا مذا من باك مذا يجادل مرميا في الله في صفات الله في أفعال الله في آيات الله كمر ماي في وحدانية الله في كمال قدرة الله في حكمة الله وكمر ماي بغير علم أجادل الآن ويتبع والراعي يو مرن كاسية قد جعلاس كل شيطان بكل راعي شيطان كاسو مريد معنقه ما لحظك شيطان كاسو كتب القرآن عليه كركيس القرآن أنه شيطان كاس من تولاه قفك كولي يشاء فأنه شيطانك يضله واللمنية ويهديه وحكوها نونينية يا شيطانك إلى عذاب السعير ما شاس قوة نكا هدي لغا تلقاته يا أيها الناس الضضو إن كنتم هديئتهين في ريب شك هداتك قسو انتهين من البعث إن ليس صواب بحنا هدات شك كقبتان فإنا نجي إباء يا خلقنا أبورنيكم إذنك من تراب باندين كابورني أبوكم آدم أو بشرية أو دنبا أي قليس نسل جيسا وحنو كابورني عيد بويري الله سبحانه ثم انتا كدبان هذا نوحانو إذن كابورني من نضفة انتا كسوها دي حاوئي آذن يا عيسى وحلقا أبوري عن دوف درير يا داعان دبر كآبها يك الحماه هو يذا كيمد ثم انت كذب هذا من علاقة نطفدي بهذا وحلقا أبوري يروح حنجره ديغا ثم انت كذب هذا لقا أبوري علاقة من مضقة يروح هيلبة مضقة سو مخلقة للسورية يا وغير مخلقة مثل السورية غير كذا لنبين إن عدينا لكم إذنك كمال قدرتنا أود النذا إن المارت إذن عدينا إلى الله سبحانه وتعالى إيو ونقر إن السجن في الأرحام المجلين كدحديسة ما نشاء وحن دونه إلى أجل المظلية مدلقة جارو مصمم العيمي
intaas inaan ku sugno ilmagaleenka hooyada ku sugno waxaan doonana waa soo tuuraynaa isagoona madashii la gaarin uma nukhrijukum waan idin soo bixinaynaa diflan idinkoo caruur yaryar ah uma intaa kadib nubqiikum waan idin baaqi yeelaynaa litabluquu inaad gaadhaan ashuddakum idinka adaygiina inaad gaadhaanoo xagga jidhka iyo xagga caqliga aad ka gaamurtaan oo ka adkaataan wa minkum waxa idinka mida man baa idinka mida yutawaffaa la oofsanaayo qabla alashud la oofsanayo wa minkum waxa idinka mida man baa idinka mida yuraddu loo celinaayo ilaa ardali lcumuri cumri kan ugu xumaanta badan loo celinayo limaada likay laa yaclama inuusan ogaanin kaasi min bacdi cilmin oqoon kadib shay-an waxba inuusan garanin taasi waa mid tusaalaha labaad wa taraa waad arkaysaa alarda dhulkii haamidatan iyadii oo ah mid dhimatay khaamida faidaa anzalnaa haddaan dejinno calayha ardada korkeeda almaaa biyo haddaan ku dejinno ihtazat way dhaqdhaqaaqaysaa wa huzii ilayki baa soo mar ihtazad way dhaqdhaqaaqaysaa warabat way cayilaysaa way bararaysaa oo way soo foodhacaysaa wa ambatat way dhalisay oo min kulli zawjin nooc idaylki bahiijin oo weliba ifaya oo qurux badan wuxuu yidhi alla subxaana wardoodaba haddaad shaki ka qabtaan in la isa soo bixinaayo oo la isxisaabinaayo oo aqalkan maanta aan ku noolahay ee adduunyada aqal ka dambeeyaa inuu jiro shaki haddaad ka qabtaan ilaahay hortiisa in la tegayo shaki haddaad ka qabtaan tusaale cad baa laydin siinayaa wax ku fahantaan wuxuu yidhi ilaah aabbihiin aadan baan carro ka abuurnay carro siiga ah yaa boodhkaas iyo habaaskaasaan ka abuurnay idinkana waxaa laydinka abuuray candhuuf baa laydinka abuuray candhuuftii baan kasii abuurnay haddana xinjir xinjirtii baan haddana kasii abuurnay in yaroo hiliba markaasaa la suureeyey iyo mid aan la suurayn mukhallaqa waa mid suuraysan wa oo maaragtay muxuu ahaa takhdiidkii oo dhan baa lagu sameeyey min ataswiiri waatakhdiid yaa lagu sameeyey waa la suureeyey aadamigii ahaa maaragtay haykalkiisii baa loo sameeyey gacmihii iyo lugihii iyo madaxii dhabarkii iyo calooshii oo isku maaratay isku daboolan wa halu majara saasaa loo sameeyey waxaa jirta wa kayri mukhallaqa mid aman maaragtay muxuu ahaa la suuray inuu intaan suuraysba la gaadhinba lasoo tuuro haddaba wuxuu yidhi alleh waxaan sidaa maaragtay muxuu ahaa idinku caddaynaynaa inaad ogaataan awoodda aan leenahay alqaadiru cala albidaaya qaadirun cala alicaada allihii bilowga karay wuxuu awoodaa haddana soo celintana waa awooda bal ilaahay wuxuu leeyahay kun fayakuun waaba iska ahaanaysa wax weynba meesha mayaan saasuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala iyo inaan ku sugno ilmagaleenka waxaan doonno waxa aan doonnu yidhi alla subxaanahu wa tacaala madal intii laga gaaro madashaasi waa madashii ilmaha sida qaalibka uu ku dhalan jiray lix bilood baa u yar fuqahada waxay ku dari jireen laxdatul wadci iyo laxdatul wati labadaa laxda waa inay maaragtay lixda bilood ay dheer yihiin ay dhihi jireen yacnii maaragtay laxdatul liqaa laxdada la kulmaayo iyo laxdada qofka maaragtay ilmaha ay dejinaysa intaa waa inaynu ku jirin lix bilood intaa ka madax bannaan waxa ilmo ku noolaado waxaa ugu yar lix bilood maxaa ugu badan waxaa ugu badan sanataani cinda abi xaniifa raximahullah isagu wuxuu yidhi laba sana u badan inta ilmo uur ku jiri kara laba sana u badan idinku weligiin maaragtay laba sano wa fawqa dalik imaamu shaafici baa ka daro arbaca sanawaatinu afar sano yaa u badan inta ilmo uu uurka ku jiri karo wa fawqa dalika imaamu maalik wuxuu yidhi khamsa sanawaatin shan sano yaa ilmo uur ku jiri kara shan sano taabiciga jaliilka ahe la yaqaano ee la yidhaahdo addaxaak bin muzaaxim
taabicigaasi laba sano uurka hooyadii ku jiray الضحاك بن مزاحم طيب إمام مالك وحو الشيغي رحمه الله وحو يري الضوم بان لها الضوم تي صدح ويدا شيء الموت صدح ذا الموت نلبي طبعا سنة قدوه بيكو داش معنى ذو حوية هل كي عنقبة أفر سنة أورك كودي صدح ميلود من أفر وايمس صلى بي طبعا سنة ما لبي إيه طبعاً سنو ما بينا أرقان ملينا أنا أولي ما بارك قفك أقول بضان مارتي طبعاً بلود مارتي محمها كوي طبعاً كان حتى غالب ما كل ما أرقانو طيب مركة وحواي إلى أجل مصمم توتاس وحير الله سبحانه وتعالى مددي مركي لقاره أما ها هات اللح بلود أما هات سقال بلود أما لبسنا ها هاتو أما أفرسنا ها هاتو أما شنسنا ها هاتو وحي ربطها هاتي مضاشا مركا لقاره ثم نخرجكم طفلا وهذا صوب حيني ناويد الله سبحانه وتعالى إذن كو يرير ملغيا باهو يذن على وشيذ الله إذن كسو صار والله أخرجكم من بطون أمهاتكم شيئا لا تعلمون شيئا waxa ilaahay naga soo bixiyay uurka hooyooyinkeen bu naga soo saaray inagu waxba garanaynin kadib baahdana ilaahay na barbaariyo na koriyo na dhaqaaleeyay ilaahan ka adkaano xagga maarta jirka iyo aqliga baan ka adkaano oo wax isu maleeyno qaar waxa jiraba inta waqtigaaba la gaarin bay oo yar yar ilaahay oofsanaya jira oo iyagu saqiira waxa kamida qaar ardal umur loo celinayo عمركي وحما يلو علينيا سئوس وحبابا أقرنين أردل العمر وحاو حد إنو قفك أقاره خرف وحلا يراهده أو سوحبابا أقرنين وحبابا أقرنين طيب وعيسي ودن باقال خلاي ندوى قيسي إيو كمبيوتر قيسي ودن باقال خلاي markaasu oilkii biyaha isku daraya meel ay kaadi kaga timid meel uu saxara kaga timid muuga meel wax lagu siiyay meel lagu qadiyay yima midna kama warqabo minna kama warqabo wa cimrigaas cimri xun weeye waxyaabii uu nabigu ka duceysan jiray kamita taaso kala haday noqoto adigana wax lama noolid ehelkiina waad dhibaysaayo way kugu rafaadaya علماء قار كم سيد ابن عباس وكلام حلاه هي ضدك ضاع عذا أهل الضاع عذا كتاب إلهي لنا ولا أخري كل رقمة ضدك يجا أرد العمر وليود من نظام وليود نظام ماي إلى إسكت در ما الله فديه سيدا سامار سمحوا علماء الدهان أنت بدنا ضدك إسكت در ما ضاي وضدك حرير في عن وجوكتا على لهين دينت الإسلام كي كتابك إلهي السنة هي حرير في عن الإله إلا الله سبحانه وتعالى أستانت الله بعد وحواي وحير الله سبحانه وتعالى حضرك يسألك أو إن جن أو نبات لهين جديه أيضا علين لهين فيل إيا مقول من أوسنجرين مركز إلهي رب كينا سبحانه وتعالى رب كي مركو كد أو دولك دولك وحدق دقاقة وحدق دقاقة islaamar ka hadana waa bararaya soo koraya soo koraya sida likihi oo kale iyo waarigto oo kale u soo koraya soo fooracaya markaas ah wuxuu dhulki dhalinaya nooc kasta oo qurux badan oo indhuhu ku raaxaystaan uu dhalinaya saas uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulka dhintay saan u nooleynay iyo saan idinka maartay abuukum oo aadamahoon jirin أن عرّوا أبورني هواس إذن كعندو في ذين كأبورني أود أن لا ينهي نسوع لنوه يا أيها الناس ضدوا إن كنتم هديئتهين في ريب شك هدات كجسوجنتين من البعث إس صبح فإن نجبا خلقنا وانا أبورنيكم إذن ك من تراب بان إذن كأبورنيو أبهن أبو البشر
بان وحنو كابور نسيغو ثم من نطفة خلقناكم إذن كان وحنو إذن كابورنا من نطفة عندوف يدرير يداعان يانو إذن كابورنا ثم من علاقة عندوف تبان هذا وحن كابورنا حنجر ثم من مضقة بان هذا كابورنا حنجرتي إن يرو عدأ أول عللين كرو مرقوس كاللقلين كرو تاسو مخلقة للسورية يو غير مخلقة مثل السورية مدانا هين لنبين إن عدينا لكم ذيك كمال قدرتنا وحكمتنا وعلمنا إيه ونقر إن سجنا في الأرحام المجالين كهويو ما نشاء وحنضن إلى أجل مظلي مدين تلقاقارو مصمن أولا مدليي انت لقاقارو انت سان المجالين كهويو دا يعني دي كسو غينا ثم نخرجكم من صوب حنينا طفلا إذن كويرير ثم لتبلغوا إن أتقادم بل إذن دينينا أشدكم إذن كأذيقين ومنكم وحا إذن كمذا من با إذن كمذا ضد يتوفى لأوفسنا يو يعني قبل الأشد إنتو سنقفكم بعد كانين سيو المير لأوفسنا يو سبيئة ومنكم وحا إذن كمذا من با إذن كمذا يرد لعلين يو إلى أردل العمر عمر كان وحما تبدا لكي لا يعلم إنه سنوغان اندرت هذا من بعد علم أقون كذب شيئا إنه سوح بقر حوئي سنوغان وكما رأت محوها محدثين توكله وكي ليهن هبل لكما قادن كر حديثك محايا لي لأنه هو اسكدر ماضي في آخر عمره بو اسكدر ماضي مركا أقون كذب مركي هو ردد كيسا وفهم بدنا إساقا مارت محوها قرش بدنا سجا أقوم مسكح بدنا وعيارنا بوادنا ماضي وترى وذكر كيسالار ضرول كي هامدة يدي أو أن مارت محمد نبات جورتي أو دنتي وحبك أولين دبر كذا فإذا أنزلنا هدان دجنا عليها أرض ذي كر كذا الماء بيهدان كد جنه اهتز ورق رغاقسة وجعلنا من الماء كل شيء حي صامر وعمل بنولشي سحتر دول كي انجنا وحوى يمركي روب كي مادو وقوي إيسايو وإن نولان إيسا اهتزت ودقدقاق إيسا وربد وفورع إيسايو وإبرار إيسا وأنبتت وحي بحسي من كل زوج نوع كستو بهيج إفاية ذلك كاسي حاصل ومحي آدمها إنسا الله أبورا دول كي مارك نبات قوري إنسا إلهي وقصو بحي يدغر حاصل ومد مارت الجيرة بأن الله بسبب أن الله إبا أهانشيه سو بي أرين تاكو سور توذي هو إبا الحق ويهي الله نبتاه الجيرة إن ميلو قصو بلوذين الجيرين ميلو قدمان يانا أيسان جيرين حق حق وحالي روحي السودان بالي يعني مركة دوذي سيد هذا حقي مركة لذي وحدوكتهي شيء قلنا أضغو لذي مركة إلهي هو الله حق أو سجوا إيه وأنه بقى شهيسا يتكسر توذي يحيي الموتى وحد انتي عدن الله صنّ له يويهي إيه وأنه بقى شهيسا قدير كي كرؤيه على كل شيء وحول بابا بني آدم كي عدا سكهيسي محيالي أنه على كل شيء قديره دول كي دنتي نبات بكسو بحيي محادعي أنه على كل شيء قديره وعكستو كرا إنو النوليو أما الدلو بكريا سأسوير الله سبحانه وتعالى وأن الساعة ساعدين آتية مد إمان يسوي لا ريب وحشكيا فيها ساعد قده إذا ما هان أنها تأتي وأن الله إبنا يبعث وصابحنا يا من أمدي في القبور قبريالها كجري إيه وغير مقبورين كل قبريه غير كل ضبطه إله وصابحنا ساعدي وإيماني وشكل آن إن إيماني طيب وحجر الله سبحانه وتعالى إلهي نوح صابحنا يا وحل وحي قبري كجري يا الله صابحنا يا لما أنتوت هذا القفك وقبري بو سنجلين قبري بهدو سنجلين ورابا ميل كعوني أما يحاسب مارت بيها دحضا ذا كو قاضي يا
ku qaaday ama hawada isagoo maraya diyaaraddii la gubatay oo meeshaasuba ku burburay, kulligood waa la keenayaa, ama qabri ha galo ama yuusan gelin kii la soo celiyo weeye, dadka idaylkiisa oo dhan baa la soo celinaya. daalika kaasi xaasilun saabitun, waa mid maarata muxuu ahaa jiro oo jooga, biana allaha, bisababi ana allaha ibaahanshihiisa yuuna ku suurtoobay, huwa eebbe alxaqu yahay allaha sugan, iyo wa annahu alla ahaanshihiisa yuxyi lmowta, waxa dhintay buu alla soo nooleeyaa, iyo wa annahu alla ahaanshihiisa calaa kulli shayin, wax kastaba qadiirunkii karowy, wa ana saacata, saacaddii aatiyatu waa imanaysa, laa rayba wax shakiya fiiha, saacadda gudaheeda kuma sugna, wa ana allaha eebbana yabcas waa soo bixinayaayo, man wax alla wixii fi lqubuuri, qabriyaalaha ku jiray oo dhan buu ilaahay soo bixinaya subxaana wa tacaala, wa alqad fiiha watakhallat, alla wixii ku jiray oo dhan bay ardadu bannaanka keenaysa, saasuu yidhi alla subxaana wa tacaala. wa min annaasi, dadka waxaa ka mida, man baa ka mida, yujaadilu murmaya fi llaah, ilaahay ku doodaya awooddiisa iyo cilmigiisa iyo xikmaddiisa, kalyahaantiisa, asmaadiisa iyo sifaadkiisa yuu ku murmaya, bikayri cilmin, ogaadi la'aan, walaa hudan, hanuun la'aan, maba hanuunsanaba, walaa kitaabin, kitaab la'aan, kitaabkaasoo muniirin weliba ifaaya, thaaniya cidfihi, weliba isagoo qoorta laabaya, kibir iyo shaafeertan iyo isla weyni, limaada liyudilla, inuu lumiyo oo dadka can sabiilillaah, wadada ilaahay inuu ka lumiyo, lahu kaa waxaa u sugan, fi dunyaa, adduunyada, khizyun, dulli iyo darxumo kaasaa u sugan, wa nudiiquhu, waan dhandhansiinaynaa buu yidhi alle, yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamada, cadaaba alxariiqi, gubashada cadaabkeedaan dhandhansiinayna, qaa'iliina, xaalan leenahay, cadaabkani waxa way, daalika cadaabkaasi, bimaa qadamad yadaaka, labadaada gacmood waxay hore marsatay wey, iyo wa ana allaha, alla ahaanshihiisa laysa uusan ahayn bidallaamin, kii dulmiya, lilcabiidi, addoommada. dadka waxaa ka mida qaar murmaay, diinta ilaaha lagu doodayaa, ayaadkii ilaahay baa laga hor imanayaa, ilaahay jiritaankiisa iyo awooddiisaa la inkirayaa. dadkaasi wax cilmiya aqoonahay haystaani ma jiro, dad hanuunsanna maaha, oo tubtii iyo tawbadii haysta maaha, waxay ka shidaal qaadanayaan oo kitaaba ma jiro, ma jiro, bal kibir iyo isla weyni, kibir yaa iskale ilaahay subxaana wa tacaala, ilaahay baa kibir leh, cid kale oo kibir lihi ma jiro. qof bini aadana kibir xaqiisa ma aha, waxaa iskale kibir biana allah, daalika biana allah huwa alxaq, allaha xaqaa waa iskale. aadama shaqadiisba maa kibir iyo isla weyni iyo isqurbicin iyo tixtix inuu kiciyo iyo sheekooyinkaasi wax iyaga u yaalba maaha. tayib, marka wuxuu u laabayaa waxay tahay inuu dadka wadada ilaahay ka lumiyo subxaana wa tacaala, kaas asaga adduunyada waxaa loogu talagalay dul iyo darxumo, aakharana cadaab maaragtay lagu gubanayo, lagu bislaanayo, lagu qumudayo, kaasaa ilaahay u diyaariyey. culamada qaar baa waxay leeyihiin ninkan wuxuu ahaa abii jahal, abii jahal buu ah, abii jahal waa ninkaa taqaanay fircawn hadihi lumma, ummaddan fircawnkeedii buu ah. tayib, awooddii ilaahay buu inkiray, wax uu cuskanayaana maba jiro, cuskanayaa ma jiro. ninkii saa isu qaadqaadi jiray, isaa isula weynaa, ee dhihi jiray makaana oday kaa, maka aniga odaygeeda ah, anaa ku horkaadiyo odhan jiray dagaalkii Badar markuu dhacay, waa kay labadii wiil ee maarata ay dileen, ibna Cafra waa kay dileen isagoo sakaraadoo naftu qaadqaadayso, waa kay Cabdullaahi ibn Mascuud radiallahu canhu waardaa alhudali, waa kii u yimid. markaasaa intuu maaragtay nin qurux badan oo wuxuu ahaa maaragtay jurmi weyn, intuu fuulay oo maaragtay muxuu ahaayey yuu labada garbood kaga joogsaday, saa hadduu fiiriyey baa wuxuu arkay Cabdullaahi ibn Mascuud inuu yahay fuqaraa saxaaba,
markaasaa wuxuu yidhi yaa ruweyca maka, ruweyca maka, adhi jirkii makow. Isagoo sakaraadu haddana saa u xaqiraya, calool adayga nimanka ku jira ciyaar ma, yaa ruweyca maku yidhi. Carabtu caadi maaha calool adaygooda sida waa wax maaragtay jibili awa, waa dabiici. Ma jiro caalamka shanta qaaradood ma jiraan ashjaca min alcarab, carab wax ka geysasani ma jiro, walaa akrama min annaas ma jiraan wax ka deeq badan ama ka geysisan labada fargashi dahabay ku haystaa. Markaasaa wuxuu yidhi maarata wuxuu daca inuu qoorta ka gooyo si nebiga loo tuso calayhi salaatu wa kana abi jahl, ninkaad ogeyd. Markaasaa wuxuu yidhi qoor dheer baan leeyahay, hay fool xumaynina qoorta intaad salka ka goyso iyadoo dheer, markaa gee iyadoo dheer gee. Marka aakhara sawma aha, waxaa la leeyahay duq innaka anta alcaziizu alkariim, aa la leeyahy bale sharaf badan baa tahay. Sow duqii maka ma tihid, duqii maka sow ma tihid, bal dhadhami baa la leeyahy cadaabka, taasaa lagu leh. Wuxuu yidhi Alla subxaana wa tacaala, waxaad ku mudatay cadaabka qumudka ah ee ku qallalin doona, waxaad ku mudatay gacmahaagu waxay hore marsadeen oo gaalnimadii ah. Inta badan markii dembi laga sheekeynayo gacmaha la cabiraa, gacmuhu waxyaabaha ugu badan ee dunuubta lagu kasbaday kamid yihiin. Midda labaad, gacmaha waxaa la yidhaahdaa jaarixa, jawaarix soo lama yidhaahdo, waa tii wax jaraaxaynaysay wey. Sidaa darteed baa dembiga inta badan lagu kasbadaa. Laakiin hadda waxaa loo wadaa un adiga maaragta muxuu gaalba haddii aad noqoto gaalnimo ku geeriyootay, dembi gaalnimo ka weyn ba miyaa jiraba, maba jiraba. Wa min annaasi, dadka waxaa ka mid a, man baa ka mid a yujaadilu murmaaya fillaah fii diini illaah fii ibtaali aayaati illaah, ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo aayaadkiisa inkirkooda ku doodaya, bikayri cilmin oqool la-aan, walaa hudan hanuun la-aan, walaa kitaabin kitaab la-aan, kitaabkaasoo muniirin ifaaya, xataa walaa kayru muniirna ma haysto, ka mid ifaayaa leeyo xataa midaan ifayninna ma haysto. Ayib, ila alxaqu waa iftiimayaa, thaaniya cutfihi wuxuu laabayaa, qoortiisi iyo dhinaciisu laabayaa, kibir iyo isla weyni, liyudilla inuu lumiyo oo dadka can sabiilillah wadada ilaahay uu ka lumiyo, lahu waxaa u sugan kaas fi dunyaa adduunyada khizyun, dulli iyo darxumo ka qoorta laga gooyey. Wanudiiquhu waa dhadhansiinaynaa buu yidhi Alla yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamadana, cadaab alxariqi gubashada cadaabkeedii baan dhadhansiinaynaa, daalika cadaabkaas iyo dulligaa iyo darxumadaasi, bima qadamat yadaaka, gacmahaagu waxay hore marsadeen weeye, wa anna allaha iyo alla ahaanshihiisa, laysa uusan ahaaninoo bidallaamin, qof dulmiya lilcabiid adoomaa. Oo min annaas, dadka waxaa ka mid a, man baa ka mid a dad yacbudu allaha la caabudaya, calaa xarfin dhinac dhinac korkii u caabudaya, fa in asaabahu haddii qofkii uu asiibo, khayrun khayr hadduu asiibo, itma'anna bihi wuu ku nagaanayaa, khayrkii buu ku nagaanayaa iyo islaanimadii. Wa in asaabathu hadday asiibto hum mankaasina, fitnatun imtixaan iyo ibtile, inqalaba waa u noqonayaa, calaa wajhihi wejigiisa korkiisuu u noqonayaa. Qaala tacaala ibu wuxuu yidhi khasira dunyaa, adduunyada waa khasaaray oo waa tacabbaay, walaakhirata aakhirana waa khasaaray, daalika kaasaana huwa isagu alkhusraanu khasaara almubiinu, oo cad adduuniya aakharaba qofku inuu khasaaro. Dadka waxaa ka midu yidhi Alleh, qaar ilaahay dhinac dhinac u caabudaa. Ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa, islaamka dhammaan ha loo wada galuu yidhi Alleh. Qaar waxaa jira lugna islaamka gashanayaan, lugna bannaanka uu u yaal, lugna bannaanka yay dhiganayaan. Marka dadkaasi ilaaha fasiray subxaanahu wa tacaala dhaqankoodii, haddii islaamka markuu maaragtay soo galo khayr uu ka helo, caafimaad buu helay, ceesh nololeedoo waasac uu helay, nabadgelyuu helay,
هدو سيدا خير وقال كل ما اطمأن به وكن غانيا علي الله اسلام كم معانا يوفي عنا بوليه هدي وحيار امتحانه كي ماده امتحان هدو يمات الا واسو مرني ونبلوكم بالشر والخير فتنه هدي خيرت كجرتنا واد امتحان انت ايشكر ام يكفر هدات كجرت دبنا واد امتحان انت ايصبر ام يجزع طلو ما صبر يا مس وارغغخيا وحير الله سبحانه وتعالى وحير دبي هدو يمادو خوغا ابارا دعي اما عذر بايد اما علبة الله كيني انقلب على وجهي خسر الدنيا والاخره كوان مركا دقن كان له ومنافقين تي منافقين تي ويان وهي صفات كانت كغرانيسا اني منافقين تي يهين ايغونا كو خساري و خساري ويان او وحي ليه نار تدبقده و هوسيسا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار تسيليه والعياذ بالله ومن الناس دتك وحا كمدا من با كمدا يعبد الله الا عابدي على حرف دنع دنع عابدي وحن اغنهي دتك انت بدن خوللي بي اهان جيرو باديا لا سو مرو خولها لا راعي جيري دروغ اي لباح دائما وابدا و هو اوغارسد وحا نيف كدنع جيرا شيطان كنوا سدا سو كلا دائما وابدا و هو اوغارسد وا وخي دنع جيرا وا حد جماعه لا توكن ويد ود مساجد كا إيمان ويد ومشي لغاقة دواقة يي عاد انتا تماد دواقة أجيب توكسو تكون ويدو عادي إيا دروا واحد انكالبت بادين يا مجرا دروا اغا انكو شيئا يروا شايدان و إذن كبال هد دبا أفير صدا صلاة قفكو إسوان عذر شرعي لهين وقرقي سكوتو كذي وسواس وحلي إله إنه كواي ما بدي أكرتها. تذكر إم بدل ما نقول على رنتاس إني آد أقدر إنسانين. مرة قدم واحد ممارة كوبل تيم ورطلو مصدح باتو كتير ونمسلا باتو كتير ما أفر باتو كتير. يا اللي دراجي بعده قعنقش دراجي يا ذو قعنقش. ميت كإنه جو إنت ممارة إن لا إجا إنت صف وذا قالوا إنت صو صفعة. أنك بتبادل أنا هاي صلاة دي وحلا آخرية وإمامك آخرية بعد قرن الله هذا تقولي جمارة يسوع صاحب دم حاضم ولا سكاس سايك يبت بعد وعاقت طيب مركا تدنو عسى كم يدو الله سبحانه وتعالى وحل رمرك إسلامك إن توصل الله جلال الرب توص إن إسلامك الله وضجله عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وآدابا وحكما وحدودا إن كل إسلام قد دلغ لي إلى هذه الدنيا وحجر الله سبحانه كوا سوى خسارة ومن الناس ذاتك وحكم ذا من با كم ذا ضد با كم ذا يعبد الله لا عابدية على حرف لنا لنا عابدية لنا عيا لو عابدية سبحانه فإن أصابه هدي وأصيبه هو ضد كاسا خير وخير هدو أصيبه اطمأن به خير كيف كنا غانيا يا إسلامي مدي وإن صابت هدي كنا عذو هو مارت ضد كيا فتنة هدي كنا عذنا انقلبوا ونقوني على وجهه وجهي سكركي سوء الله بنيا قال تعالى بوحي خسر الدنيا الدنيا وخسارة كاسي وتعب كباب باي والآخرة آخرنا وخسارة ذلك كاسا هو يسوى الخسران وخسارة المبين عد حاب وصن صارنا يدعو وعابديان من دون الله بس كذيسا ما أصنام بعابديان لا يضر سند بيننا هو مارت أحد كاسا إن ترك عبادته وما بعابديان أصنام أصنام لا ينفعه أن وحبه ترين ذلك كاس هو يسوى الضلال وبادي البعيد حق آد وقدر سوى يدعو وعابديا لمن بعبدي أصنام يا صنم ضره لبكيسو أقرب وكد والبديه من نفعه وحق الكيسة لبيس وحا بلاي يهوغ لهذا المولى بهوغ لهذا الناصر قرقاري ولبيس وحا هوغ لهذا يباس العشير
midka qaraabo iyo xigto iyo wada dhaqan midkii aad mooday ed wax ka doontay kaasaa balaayo lahaaday wuxuu yidhi alla subxaana waxay caabudayna alla wax ka sokeeya oo asnaam ah oo hadday cibaadadiisa iskaga tagaan waxba aan maarta ku dhibi karin hadday caabudaan aan wax dheef ugu keeni karaa jirin haba yaraad dhibna kama reebi karo dheef uma soo jiidi karo waa sanam iyo qori meel taagan taasi marka baadi middii ugu fogayd waa baadi qof uu baadiyoobo oo xaqa uu ka fallaagoobo tii ugu fogayd weeyaan buu yidhi illah subxaanahu wa tacaala dalika huwa adalaalu lbaciid waa baadi qof baadiyooday qofka ugu baadinimada fog waa qiyaas ahaan markii la yidhaahdo qofku wuxuu baadiyoon karaa hal kiilomitir laba kiilomitir toban kiilomitir boqol kiilomitir kan malaayiin maarata kiilomitir buu baadiyooday saasuu yidhi alla subxaana waxay caabudayaan wax moodayaan wax dhibkiisuba uu ka dhow yahay dheeftiisa dheefba ma leh dhib mooye dheefba ma leh saasuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala marka waxaa aafo iyo balaayo lahaaday qofkii waxaasi mooda yacni maarata xigaal mooda xigta mooda gacal mooda waxaa balaayo lahaaday waxaas qofkii wax ku darsada waxaas wixii wax ku darsada yaa balaayo lahaaday buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala yadcuu way caabudayaanoo ama yadcuu wuu caabudayaa min duuni illaahi eebba sokeydiisuu caabudayaa maa asnaam laa yaduruhu in taraka cibaadata hadduu iskaga tagaa waxba ku dhibi karin wamaa buu caabudayaa laa yanfacuhu aan waxba u geli karin waxba aan u geli karin cabadahu leylan wa nahaaran hadduu caabudo maalin iyo habeen dalika kaasa huwa isagu addalaalu baadiya albaciidu oo weliba aada u durugsan oo xaqa aada uga fogaan badan yadcuu waa caabudayaa laman buu caabudayaa sanam daruhu dhibkiisu aqrabu uu ka dhowaalo badan yahay min nafcihi sanam haddaa caabudo ma nafci buu kuu keenayaa gebigiisa oo dhan baa wada dur ah isagoo dhan baa maaragtay shu'mi awa wuxuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala labiisa waxaa balaayo lahaaday almawlaa ninkii kaa wax mooday saaxiib ka dhigtay xigta ka dhigtay walabiisa waxaa balaayo lahaaday alcashiiru qofkii kaa la mucaamalooday oo wax ku darsaday kaasaa balaayo lahaaday ina allaha eebba yudkhiru waa gelinayaa alladiina akhyaartii aamanuu xaqa rumeeyey oo camiluu camal faley asaalixaati camalyaal wanaagsan jannaatin buu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay dureerayso ay socoto min taxtiha jannooyinka hoosteeda min taxti qusuuriha wa ashjaariha alanhaaru webiyaalihi afarta aha kii malabka ahaa iyo kii caanaha ahaa iyo kii khamrada ahaa iyo kii biyaha ahaa ina allaaha eebbe yafcalu waa sameeyaa maa yuriidu wax alle wuxuu doonayo yukrimu man yashaa wayudillu man yashaa wayahdii man yashaa wayudillu man yashaa ninkuu rabuu ilaahay hanuunina kuu rabuu ilaahay lumina qofkuu rabuu ilaahay cize iyo sharaf iyo karaamo siina kuu rabuu ilaahay dullaynayaa sidii maaragtay muxuu ahaa digaag laga rifay baalasha oo kale baalasha uu ka rifayaa alla subxaanahu wa tacaala ina allaha eebba weyne yudkhilu waa gelinayaa alladiina akhyaartii aamanuu xaqa rumeeyey oo camiluu camal faley asaalixaati camalyaal wanaagsan jannaatin buu gelinayaa tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaalihii afartaaha ina allaha eebbe yafcalu waa samaynayaa maa yuriidu wuxuu doonaa waa soo marnay yafcalu maa yuriid facaalun limaa yuriid laa mucaqiba lixukmi laa yusalu camaa yafcal wahum yus'aluun ilaahay la weydiin maayo wuxuu sameeyo subxaanahu wa tacaala mana cadkii kaana ahaaday yadunnu kii malaynaya an lan yansurahu allah eebba inuusan u gargaaraynin rasuulkiisa fi dunyaa adduunyada waalaakhirati aakhare inuusan u gargaarayn qofkii sidaa malaynayayow falyamdud ha taago
بسبب حرقها تاغو إلى السماء إلى سماء بيته قريقيسة سانقاف كيسة هو تاغو أو هكو صوحد سانقاف كاسي هكو صوحد إلى السماء ثم ليقطع هقويو حرق دحدها كجرو فلينظر دينها فيريو هل يذهبن إنو تكسين يكيده لغرتي سي شرقول كيسي هغر سيسي ما يغيظ ما يكره حنعي وحير الله سبحانه قفكي ملايين ايه رسولك إنو سن إلهي أقرقار بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهله أبد إلى أهلهم أبدا قفكي ملايين يا رسولك إنو إلهي أقرقار الدنيا دوغونا اوغو غرغارين او عدوغيسا وسن الهي اوغو عيل دينينو غعانتا سره iyo goobaha uusan ka siineynin aakhira ilahi subhanahu wa ta'ala inu san u gargaareynino darajaad sare una siireynin jannada qofkii sida malaynayo xari ku soo xiro maartu muxuu ahaay gurigaaga tiirkiisa xari ku soo xiro qoorta iska geli qoorta markaad iska geliso xarigi dhexda ka go اسعيجوا اسعيج عيل بخوخ هذو دبتي ذي كل بمارت اسدلو اسعيجوا يا أما بسبب إلى السماء تفسير كلام هذو حواي حد هذا ما لين سئنا رسولك إلهي أجر جارين أنت السماد التكتيد وحي جاء إيمانا يا رسولك عليه الصلاة والسلام تدح ذا وجوك ستيد روك بروك مشى ودقتيد مشى مارت محمى هاي وديت حريست إلهي كسر دقيس سبحانه الله بدي منا مية لكرتيد مرك عيل بخوخ بعضو لما نيسا قل موتوا بغيظكم عدد إني عيل بخوخ إن أودن تا من أحد كي كان هذا يظن كي ملاين يا أنه شأن لن ينصر إنه سنقر قارن هو الرسول كا الله ألا في الدنيا الدنيا إنه سنقر قارن دح ذا والآخرة آخرين سنوغر قارين قفكا ملايين ياي فليمددها تاغو بسبب حرق إلى السماء هو تاغو أما بسبب سلام انتو سميستو يا أسباب تيو سمدو كو قاري لها سمدو حتاغو ماشا اسمارت محمو هاي جدد قوية حرق تو أو وحي جيسو الدقية ماشا هو جوك سيدا أبدا بل اسكدا شايدان باكري وايرن باس شيطان يا كري واي شيطان مركيو امارت ابليس لا توري نحريسته الهي لو ديدي با و خوي يري ثم سو الهيو المهان اديغا دشي سببتودا سو نحريستي غمادن هوجنين ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين حربو شيغي ودب وشيغي ومدق وشيغي وبدح وشيغي كر محو شيغي كر محو شيغي كر بالاستاجي محو دهواي ما أودي كر كر متي كر هو بي يالبا كود عاية يومارة محو هاي بي اميو رباني يا كود عاية ماركا قفكي اسكو مارة محو هاي ملايين يسيدا فليمدود هتاغو بسبب حرق هتاغو أما سألان نحصة ما يستو إلى السماء عركة ثم ليقطع هقويو ما ركت محمد هاي وحي جي خير كوي مريها كجوي نبي عليه الصلاة والسلام فلينظر دنها في ريو هل يذهبن إنه تكسين كرو كيده إسق دقرتي سي شرقول كيسي ما يغيظ ما يكره وحنا عيون نبي محمد إن نبي وياي أو وحي كسر دقايو بل أنت إنه أودي كرو إنه تكسيو ما دعكر وكذلك كما أنزلنا سنسود جن هذه الآيات المتقدمة آيات كي نوصو هرمري بان أنزلنا أسود جني هو قرآن كان آيات إساقو آيات بينات عدعض وذقيحا أوحو البقيحية وأن الله يبنى يهدي وهنونين من يريد قفك دوني ويضل من يريد قفك دوني واللومين يا الله سبحانه واللومين يا الله wuxuu yiri Allah subhanahu ayadki hore san soo dejinay baan ayadka oo dhan soo dejinayna iyagoo ayadkaasi ay qeexan yihiin
aayadkani waa aayaadkii tanziiliga ah, waa qur-aankiiwa qur-aankiiwa. Marka inzaalba hadduu meesha yimaado waxa waaye aayaadkii qur-aaniga ahaawa. Waxaan ognahay in maaragtay muxuu ahaay qur-aanka lowxu maxfuudka intii laga soo qaaday jumlatan waaxida in la keenay guri samada noo soo xigta ku yaallo oo la yidhaahdo baytulciza in la keenay, markaa kadibna uu soo degayey 23 sana 23 sano uu soo degayey. walaa yaatuunaka bimahalin ilaa ji'naaka bilxaqi waxsana tafsiira, wuxuu yidhi alla subxaanahu watacaala hadday wuxuun maaragtay ay kuula yimaadeen ay kugu xujaynayaan wax ka fiican baan soo dejinaynay xaq, buu yidhi alla subxaanahu watacaala. ilaahay ciduu doonuu hanuuniya, ciduu doono yuu hanuuniya. nimaan ilaahay hanuunkiisa dooninna inuu hanuuno wax la sugaya ma aha. nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu aada u jeclaysay adeerkii abi taalib oo abaal ku lahaa weliba diinta iyo risaalada ku lahaa iyo rasuulkaba, markuu damcay inuu ilaahay rumeeyo oo isku dhabar jebiyey, kadib waatay soo degtay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa, adigu qofaad jeceshahay ma hanuunin kartid, ama adigu dhal ama ha kula dhasho ama ha kuu dhaxdo. haddii la hanuuninaayo nabiyullaahi nuux oo awalu rasuul ahaa abul ambiya ahaa islaantiisii gaal bay ahayd, muxuu hanuunin wa wiilkiisii gaal buu ahaayo waa kii halaagsamay soo marnay. yaa bunay yarkab macna walaa takun maca alkaafiriin, qaala saawiila jabal yacsimuunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri illaah ilaa man raxim waxaala baynahuma almowju fakaana min almuqraqiin. islaantiisiina mahaley wadaraba allaahu mathala liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa imra'ata luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahuma falam yugniya canhuma min allaahi shay'a wa qiila idkhula annaara maca addaakhiliin baa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaa lagu yidhi innaka laa tahdii man axbabt, ma kari kartid, wa ana allaaha yahdii man yuriid, aturiiduuna an tahduu man adalla allah in taxris calaa hudaahum fa ina allaha laa yahdii man yudil, cid hanuunin kartaa ma jiro. saasuu yidhi alleh. wakadalika sidaasoo kale saan aayaadkan soo marnay baa alle u soo dejiyey, baan anzalnaahu u soo dejinay aayaatin, aayaad baan soo dejinay bayinaatin oo wada cad oo wada qeexan, oo ana allaaha eebana yahdii wa hanuuninayaayo man yuriidu ciduu doono yuu alla hanuuninaya subxaana. ina aladiina akhyaartii aamanuu xaqa rumeeyey iyo waladiina wixii haaduu yahuudiyoobay iyo wasaabi'iina kuwa saabi'iinta la yidhaahdee leexday iyo wannasaara nimanka nasaarta la yidhaahdo iyo walmajuusa nar caabudkii iyo waladiina wixii ashrakuu alla la wadaajiyeen, ina allaaha eebbe yafsilu waa kala bixinayaa baynahum iyaga dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada alla kala saari doonaa, ina allaaha eebbana calaa kulli shay-in wax kastabana shahiidun alla goob jooga ka awa. ilaahay subxaanahu watacaala waa ogsoon yahay. wuxuu yidhi alla subxaanahu watacaala dadkan lixda qaybood ah, lixdan diimood unbaa loo kala nasab sheegtay, diimo ma jiraan wax islaamka ka soo hareen. wuxuu yidhi alleh dadka mu'miniinta iyagu waa saxan yihiin, shanta kalebana way khaldan yihiin, iyo kuwii yahuud iyagana u nasab sheegtay oo kitaabkii nebiyullaahi muuse lagu soo dejiyey tawraad ahaa yay u nasab sheegteen, yahuud baa la yidhaahdaa. saabi'iinta waxaa la yidhaha waa firqa ka baxday nasaarta ka baxday wa sida saxiixa nasaar bay ka baxeen iyagana, iyo qolada nasaarada la yidhaahda, iyo majuusiga waa naar caabud. waxay leeyihin adduunka oo dhanba laba asal unbuu ka yimid, laba asal bas, mugdi iyo iftiin unbuu ka yimid bay dhaheen, mugdi iyo iftiin unbuuba ka yimid, wax kaleba kama imaan. saa darteed
وعلى وحي إف يوردن بيعبدان وحلا وحي إف يوردن يعبدان مركا نمن كاس أيجا هي مشركين تي عربات لحد قيبات بإسكوس ضدوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إلهي بارك الله بحمده سبحانه وتعالى طيب وحن لي تتك مؤمنين تا وحي كسهر وخلدين ويهود يصابئين ينصارى يمجوس مشركين كل يوم خلدين هدي مارت أغلبيو حق لغو قرنائي أما أغلبية أي حق كين يسو هي مؤمنين تو قيب كليو كونه واشن قيبود ما ليدا كورا بدن هلا راع ما ليدا وحد لغو أصحين يا إسلامكم ما وحد لغو قاضي ينا ما وحد لغو قاضي ينا ما ووح أباهن اتباع يا راعد بس انت هترميسد قلبك كرميسد عربك كجدا واغدد حبناها كجا عمل في الشدود راعدد ويان وحكلا ملك وحكلا ملك عضب اللوق هذه يوحس واسك الشيك وواحد جنوه مرك انت كلو عدنبا ووحوض خلضا إن الذين خيارتي أمنوا حق الرمي يو الذين أرداشي هادو يهودي وبي يو الصابئين كوي كفل لاغوبي يغنى نصارى ذا كفل لاغوبي يو النصارى نصار يو المجوسة نار عابدك يو الذين وحي أشركوا للو ذاجيي إن الله إيبا يفسر وكلب حينيا بينهم يغد حضوض يوم القيامة قفك حق هيستين حق يسيبا لموجين قفك بادل إيمارت بين هواس هيينا قرو إيرريو قفك وحمود إيينا أسانا والله موجين يا وحيسا إن الله إيبا على كل شيء وحالبابا شهيد ألو أكسون ويو حاضره قب جوغكا ذات ديسا إيمان إسماها علم جيسا إيا قدر ديسا بو إله سبحانه وتعالى قب جوغكا غيه ألم تعلم موجد ميا ألم ترى موجد ميا أن الله يب يسجد إني أهو جان سميانو يسجد لين يان له يب من وح الله وحي في السماوات عرر كسغن ومن وح الله وحي في الأرض للك كسغن والشمس قرح ذي إني الله يسجد لين يسوي ولبن أداع يسو والقمر ضيح يو النجوم حدقه يو الجبال بورها يو الشجر جيدها يو الدواب وح الله وحي للك كسغده يو كثير انفر بدنه من الناس ذاتك كمذا وانت مؤمنين تا إني الله السجود يا المؤمنين تا وكثير انفر بدنه حق وحسونا عليه كركيسة العذاب عذابك وكسونا إن بدنه ذاتك كمذا ومن يهن الله الله قفك دليه درحميه فما له مسغنان قفك من مكرم وح كرامين كرا وشرف يلي كرام مجره إن الله إبنا يفعل وسمين يا ما يشاء وحلا وحضان وحير الله سبحانه موادا أجين بالي نبيه رؤيا داسي وحوي ورؤيا قلبية علمية موادا أجين إلهي إني أهجان سميان أولي بيسد اللين يا وحلا وحير كجريان وح الله وحي دول كجريونا قرحذي بأيضنا مارك محوى إلهي سد الليل سبحانه وتعالى نبي قمالين مالما كميدا يضا قرحذي سيد عيسو بأبي ذر الغفاري صحابي قاسو حكويري جند بن جنادة وحكويري أتدري أين تذهب هذه الشمس قرحذي نميلي آذي سمتقان مركاسا وحي إلى الله ورسوله أعلى ميال الله الذكرى إلي وحي باسود دقيا رسول كيبا جوغا مركاسا نبي وحي إلى عليه الصلاة والسلام qorraxda arkaysay dhacaysay way tagaysay arshiga hoostiisay tagaysay markaas ilaahay meesha ugu sujuudaysa markay ilaahay u sujuudo bay ilaahay idan ku codsanaysa idan bay ilaahay weydiisanaysa an tadlaa min ash-sharq inay meesha ka soo baxdo waxa laga yaabaa buu nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu ilaahay ku yiraahdo irji'i min haythu ji'ti meesha aad ka timid ku noqo oo meesha ka soo baxdo meesha markay ka soo baxdana تلا فرحة يكب حذي قيامة يبال للسوقية وحقلوا للسوقية يا مجره مركب وحول الله سبحانه وتعالى قل راح ذي بساءه جان سميس فالأرق أو إلهي إذا ويدي سنيس أو إلهي أهو جانيس أو إلهي سد اللينيس أو إلهي كأمر قاضنيس
innagana xaggeen joognaa? Qoraa dayxii waa sida oo kale, xidigihii waa sida oo kale, buurihii baa amar qaadanaya. Waa ka ilaahay leh subxaana wa tacaala, low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin la ra'aytahu khaashican mutasaddica min khashyati illah. Buurtiiba waxaad arkaysaa khaashican hoganaysa, mutasaddican dildilaacaysa. Maxay la dildilaacaysaa? Min khashyati illah. Annagana qur'aankii waaba namari la'yahayba, waana mari la'yahay. Waxaad moodaa maarata muxuu ahay sibir, sibir ilaahay nagama dhige, ilaahay malab allaha nooga dhige subxaana wa tacaala. Marka buurihiibaa sidaas maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala. Washajar geedihii, geedaha waxaad arkaysaa iyagoo hogana ilaahay ka amar qaadana, yaad arkaysaa. Dayib waddawaab, waxa alla wixii dhulka ku socday oo dhan, oo malaya caqilka ahaay oo dhan, waxaa ku tusinaysaa taas. Wakahiiru min annaas, sidaa ku tusinaysa malaya caqilka in loola jeedo, iyo wax alla wixii maaratay dhulka ku socda isagana ilaahay bay adeecayaan oo ay ka amar qaadanayaan oo ay hoganayaan. Wakahiiru min annaas, dadka intooda mu'miniinta ah ayagana ilaahay bay ka amar qaadanayaan subxaana wa tacaala, oo isu dulaynayaan. In fara badan oo dadka ka midana xaqa calayhi lacadaab, cadaabkii baa ku sugnaaday, cadaabkii ilaahay. Gaalnimo iyo macsiya macangegnimay la yimideen qofkii ilaahay u dulleeyo. Wax karaamayn karaa ma jiro ilaah subxaana, oo kuwa cadaabka uu ku sugnaaday waciyaadu billaah. Ilaahayna wuxuu doonu sameeyey, maxaad waxaanu samaysay cid dhihi kartaana ma jiro. Alam tara, ma ogid miya, kamaba warqabtid miya, ana allaha eebbe yasjudu, inay u hoganayaan oy welibana isu dulaynayaan oo weliba ka amar qaadanayaan lahu eebbe, man waxa alla wixii fi samaawaati cirar ku sugan, iyo waman duulkii fil ardi dhulalka ku sugan, iyo washamsu qoraxdii, iyo walqamaru dayixi, iyo wannujuumu xidigihii, iyo waljibaalu buurihi, iyo washajaru geedah, iyo waddawaabu waxa alla wixii dhulka ku socday, ma yadubu cala alardi. Wakahiiru, nin fara badan iyagana waa hoganayaan, oo min annaasi dadka ka mida alla isu dulaynayaan ay ka amar qaadanayaan. Wakahiirun, in fara badan oo min annaasi ka mida xaqa waxaa sugnaaday calayhi kahiirka dushiisa alcadaabu, cadaabkiibaa ku dul sugnaaday. Waman yuhin illah, alla qof ku ihaanayo, famaa lahu qofkaa uma sugnaanin, min mukrimin, kam ahaanahu allah min fircawn wanabruud waabi jahal iyo kayrkoodba baa ilaahay dulleeye, macizi bay gaadheen waa maya. Ina allaha eebe yafcalu, waa sameeyaayo, maa yashaau, wax alle wuxuu doonayuu sameeyaa. Lactiraada, qof maaragtay ka hor iman kara ama ku caaridi karaana ma jiro. Wallahu aclam. Subxaanaka.